هنتكلم على الديفورمتيز اللي ممكن تحصل في الانكل جوينت، الانكل والسيركولار جوينت. فعشان نفهمها هنعمل دايجرام بنسميه ابو الايس على اخر. خلاص هتعمل اكس كده. ده الانكل والسيركولار جوينت، فوق هتكتب دوسي، تحت هتكتب بلانتر، هنا هنكتب ان فيرجن، هنا اي فيرجن، دي فيرجن. خلاص يعني ده يعني ده ميديال، ده لاترال. مع الدورسي هتكتب كالكيو، هنا هتكتب ايكواي، هنا فيروس، وهنا فالبس. حرف ال فالبس من حرف ال ده. تمام. مين يا جماعه اللي بيعمل دورسي فليكشن من انفرجن؟ تيبيالس انتيريور. مين بيعمل دورسي فليكشن من اي فيرجن؟ فرينيس تيرجس. يجي بقى الجزء اللي تحت كده، بلانتر فليكشن. مين بيعمل انفرجن من بلانتر فليكشن؟ لان احنا عرفنا خلاص اللي بيعمل بلانتر فليكشن من كاف ماسلز اللي هي جاستروكلينيس والسوليس ومعاد لانتيرس. مين ميلي انفرتور؟ تيبيالس بوستيريور. مين بيعمل اي فيرجن من بلانتر فليكشن على الطين؟ برينيس لونجس وبرينيس بريز. فيجي يقول لك في الديفورمتي هو شكل الرجل العضله اللي فيها قصيره، فيقول لك تاليبس تاليبس كالكينيوم فيروس. ده وصف الرجل. تعال بقى اوصفها. تاليبس فين تاليبس؟ اي ديفورمتي في الفوت، في الفور فوت اسمها تاليبس. كالكينيوم يعني دورسيفليكشن، فيروس يعني انفرجن، يبقى يقصد بيها مين؟ تيبيالس انتيريور. طيب تاليبس كالكينيوم فالبس تبقى مين؟ تاليبس كالكينيوم، ادي تاليبس كالكينيوم فالبس تبقى برنياس تيرشس. برنياس تيرشس يعني ايه برنياس تيرشس؟ يعني العيان ده جاي لك الديفورمتي الاولانيه اسمها تاليبس كالكينيو فيروس، يعني العين داخل لك بالشكل ده كده. تالت بس كالكينيو فالدس، يعني العين داخل لك بالشكل ده. ده معناها ان دي العضله القصيره اللي فيها مشكله. طيب لما اقول لك تالت بس اكوايلو فيروس معناها ايه؟ معناها تبيالس بوستيريو. جبتها ازاي؟ ادي اكوايلو وادي فيروس، يبقى تبيالس بوستيريو. خلاص؟ امال تاليبس اكوايلو فالدس تبقى مين؟ تبقى برنياس لون، برنياس لوكس وبريكس، لانها تاليبس اكوايلو فالدس. تبقى ده العيان عنده شورت في التبيالس في البرنياس لونجس وبريكس. طيب ليه انا بسمي دي ابو الايس؟ السؤال مش هيجي لك كده. هيقول لك عيان عنده تاليبس تاليبس كالكينيو فالدس اللي هي ايه؟ البرنياس تيرشس. خلاص؟ مين العضله اللي فيها شورت رينج؟ الاحسن. لانه العين ده داخل لك عامل دورسي فليكشن من انفرجن، يبقى مين العضله اللي عايزه تتقوى؟ بلانتا فليكشن من انفرجن اللي هي العكس بتاعها. فدايما لما كانوا بيحبوا يلخبطوا الطلبه دي هتفضل تدرسها، هتدرسها في البيزك، وهتدرسها في الاطفال، وهتدرسها في العظام في الاورثوبيدك، وهتدرسها في الميون، فلازم تحفظها بالشكل ده. طب احفظها ازاي؟ تحفظ واحده وتعكس الباقي. التي بي اللي هي التيبيالس بوستيريور دايما عكسها بي تي، يبقى التي بي عكسها البي تي. دايما التيبيالس بوستيريور عكسها البرنياس تيرشس، والانتيريور عكسها ده. وتحفظ ان الانتيريور فوق والبوستيريور تحت. ده الديفورمتي. يبقى هم اربعه ديفورمتي، تاني بس كالكينيو فيروس اللي هي التيبيالس انتيريور، تاني بس كالكينيو فالدس اللي هي البرنياس تيرشس، اكواينو فيروس، اكواينو فيروس التيبيالس بوستيريور، اكواينو فالدس برنياس لونجس وبريدس.
وانت لما تديك الديفورمتي هقول لك مين اللي فيها ويكنس اللي هي عكسها بالدايجرام.